أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطاغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل ربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم، السحر من كبائر الذنوب، وهو من السبع الموبقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والسحر كما قيل هو كل ما لطف وخفي سببه، كل ما لطف وخفي سببه يقال له السحر، وهذا تعريفه في اللغة. أما في الشرع فهو عبارة عن عزائم ورقى وعقد يستعملها الساحر وينفث فيها بعد أن يعقدها، فينفث فيها ويكثر عند النساء، ولذا قال الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، لأن النساء يكثر عندهن هذا أكثر من الرجال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. نعم، لا يصح هذا الحديث، وإنه موقوف على جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه فيه عنعنة الحسن البصري، وفيه إسماعيل بن مسلم، وهو متروك. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبادة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جاوية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفوق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. نعم.